مرحبا، كيف حالكم يا أعزائي؟ لقد جلبت لكم اليوم أدوات جديدة. إنها مباشرة الأدوات المعدة لاستخدام لمرة واحدة، وهي الأدوات التي نستخدمها مرة واحدة ثم نقوم برميها: كوب، شفاط، وأيضا الأطباق. هكذا سنحاول عملها باستخدام الأدوات الثلاثة هكذا. اليوم سنحاول تشكيل ضفدع وأرنب هكذا بشكل ممتع. إذن هل نبدأ بالتعلم؟ الأدوات المعدة اليوم: كأسان للاستخدام مرة واحدة، وورقة ومقص أيضا، وشريط لاصق من الجهتين هكذا، والشريط اللاصق العادي أيضا. أولاً نحاول تشكيل الأرنب. هنا سنرسم الأرنب. نرسم الوجه، ثم بعدها نرسم الأذن، ثم نقص ونلصق الأقدام أيضاً. إذن أولاً نرسم الوجه ونلونه. نحاول التلوين من هنا إلى هنا. نلون بالأقلام الفلوماستر، ولكن يمكن التلوين بألوان الشمع أو الأقلام الملونة الخشبية. هكذا قمنا بتلوين الوجه. بعد ذلك قمت برسم العينين وقصصتها هكذا. إذا قصصتم هذه العين، نقلبها ثم نلصقها بالشريط اللاصق. نقطع الشريط اللاصق من الجهتين قطعة صغيرة، ثم نقوم بقصها بنفس مقدار حجم العين هكذا. نلصقها هكذا في الجهة الخلفية من العين. وإذا قمنا بنزع القشرة تصبح لاصقة، ويمكن لصقها من خلال هذا الجزء. العين والأخرى أيضاً نلصق عليها الشريط اللاصق، ثم نقوم بنزع القشرة.
ثم نقوم بلصقها على الوجه. وللبقية نحاول رسم الأنف والفم. هكذا رسمنا الوجه، وبعد ذلك نحاول رسم الأذنين واليدين على ورقة. نرسم اليدين. وبعدها نقوم بقصهما. ثم نلصق الأذنين هكذا. نقلبهما ونقوم بقص الشريط اللاصق من الجهتين قطعة صغيرة، ثم نلصقه على الجزء السفلي من الأذنين فقط. نقوم ثم هكذا بنزع القشرة.
نزع القشرة في البداية يمكن أن يكون صعباً قليلاً، ولكن مع التكرار ستصبح سهلة. قمت بلصقهما هكذا، وبعدها سنقوم بلصق اليدين. نلصقهما بجانب الوجه هكذا، ثم نقوم بطيها هكذا قليلاً. نعم، هكذا اكتمل رسم الأرنب والذراعان يتحركان، ويمكن أن تتحرك الأذنان. ثم بعد ذلك نحاول تشكيل الضفدع. أولاً نلون الضفدع بألوان الشمع. سنلون هذا الكأس الورقي كله باللون الأخضر بألوان الشمع. إذا قمتم بإمالة اللون قليلاً، فسيتم تلوينها في وقت قصير. نلونهما أيضاً. هكذا قمنا بالتلوين. بعد ذلك سنقوم بلصق العينين هنا.
ومثل السابق سنرسم العينين ونقصهما. وعند القص نقوم بقص الجزء السفلي من العين بشكل مربع صغير، ثم نلصق هذا الجزء بالشريط اللاصق من الجهتين. ثم ننزع القشرة ونلصق هنا. إذا لم يلصقها الشريط اللاصق من الجهتين بشكل جيد، يمكن لصقها بشريط لاصق عادي. سأحاول لصقها بالشريط اللاصق العادي أيضاً. نعم، نلصق العينين. ثم الذراعان نرسم اثنين بهذا الشكل، ثم نقوم بقصهما. ثم نرسم اللسان أيضاً هكذا. عند القص نترك قليلاً من جزء أبيض لأعلى هنا. وأيضاً هنا عند الحافة نلصق الشريط اللاصق من الجهتين، ثم ننزع قشرته.
ثم نلصقه بجانب العينين. بعد ذلك نقوم بطيه قليلاً. أخيراً سنلصق هنا فم الضفدع. نطويه قليلاً ثم نلصقه في المكان الذي فيه شريط لاصق عادي هكذا. نعم، هكذا انتهى رسم الضفدع الذي يخرج لسانه. هيا، حاولوا أن تلعبوا بينما تشكلون أرنباً وضفدعاً هكذا. اكتمل كل شيء. نعم، كيف كانت محاضرة اليوم؟ اليوم شكلنا الأرنب والضفدع هكذا. نقص الأوراق ونلصقها. هل قمتم بالتلوين؟ أتعتبرون أن هذا صعب جداً؟ لا، يجب أن تفعلوا مثل ما فعلت، ولا يجب أن تقوموا بالتلوين إذا لم ترغبوا. وأتمنى يا أعزائي ألا تعتبروا هذا صعباً. هكذا تطلعوا للمرة القادمة. فيها سنستخدم الأدوات المعدة للاستخدام مرة واحدة. مع السلامة.